ليش وعم تطلعي؟ ها؟ أنا شو اللي عملته؟ بعد كل اللي قلته وعم بتقول شو عملت؟ لك قلعت الرجال من بيته. لك حاج تعيطي بقى. أنت قلعت أبي وما بدك ياني عيط كمان؟ أنا كيف بدي أطلع بوش أبي وإخواتي؟ مسعودة أنت منيحة؟ مسعودة أختي. يا ربي دخيلك، ليش هيك صار؟ مسعودة هارون بيك، أنا بتشكرك من قلبي لأنك ساعدتني بيومي الأول. تصبح على خير دكتور عمر. وأنت بخير. العفو عمر بيه، هذا واجبي. حضرتك كمان تعبت كتير. أبدا ما تعبت، هالشي كان ضروري لحتى أتعود على المستشفى. يلا بحكي معك بكرة وبشوفك. تصبح على خير. وأنت بخير يا أبي. ساعدونا بسرعة. يلا عمها هربا، عمها هربا. يلا أجيك أجيك حبيبي. طولي بالك يا بنتي، طولي بالك. شو الموضوع؟ بشتغل هون. بحكي حالي بالشهر السادس وصلت الاربع مرات. معلش يا بنتي دخيلكم، لا تخلوا ابني يروح مني. دخيلكم تمام تمام، اهدي شوي. خبروا قسم الولاده فورا، عجلوا يلا. حاضر. يا عمري يا جوري، صدقيني بحبك كتير وبعشقك، بس ما عم اقدر جمع مصاري يكفونا. لك اهلين، اكيد طنت ابنك كنت. مجد اختي تعبانه، نحن بالمستشفى. لا انتو بأي مستشفى؟ بالمركز. خلص لا تخافي، انا جاي لعندك فورا، مسافة الطريق بس. لا تخافي اختك رح تقوم بالسلامة رؤي. واضح انك مزعوجة كتير. وعم تضبطي اعصابك لحتى ما تبكي. انا بنت غبية ومجنونة لاني حكيت كل شيء. صرت بتعرف كل أسراري لأني فكرت حالي حموت وما خطر لي إرجع شوفك هون. بعتقد أني ممكن كون بيت سرك. وشو بيضمن لي يعني أنك رح تحفظ لي سري؟ كلمتي هي الضمان وبس. وهلأ فيك تحرري هالدموع. البكي بيريح ما بيخوف. أنا ما بخاف. أنا ما بدي أختي تشوف الزعل والقهر بعيوني. لازم أكون قوية. وهيك أختي ما بتضعف. فهمت؟ جوري؟ تصبح على خير مجد. من وين بيعرف اسمي هاد؟ مجد تركت منه هلا. راح قبل اختي، راح اختي خسرت ابنا. يا you
نعم. ألو. أهلين صالح. عندي خبر. الصبح يولا قالت لي. تمام، الله يكون معكم. موفقين موفقين. تمام، ناطرة خبر. يلا سلام. صباح الخير يا خانم. صباح الخير. شو صار مع الجماعة؟ فضوا الملحق ولا لسه؟ لا، في وحدة من بناته لصالح مبارح تعبت ونقلوها على المستشفى. ها، رح يضلوا هون؟ لا، وضعه مانو خطير كتير، بس رح يتأخروا ليفضوا الملحق. وما هيك بدي منك تبلشي تدوري على ناس جداد. بدي جنايني وطباخ، وبدي اتنين لتنظيف البيت، وشخص لحتى يلبي طلباتي، وبدي تتأكدي من مؤهلاتهم. طيب، متل ما بتأمري. صباح الخير. منيحة أنا. اسمع عمر، شو رأيك نتناقش بموضوع المشفى اليوم؟ ها؟ تمام. لا أمي، خلص أنا تعودت. كل مرة بيصير نفس الشيء. أول كم شهر كل شيء بيزبط، وبعدين كالعادة بيموت الولد وما بيكمل الحمل، ومناخده ومندفنه تحت التراب. بكفي. والله أنا زعلان على عمي صالح. المصاري منه، هالموضوع صار بيكلف كتير ومانه سهل، وكله على الفاضي، والمشكلة مو من عندي أنا. رح أشرب مي. ايه طبعا. ايه طيب. اختي يا لا تتضايقي من كلام صهري وتنهزي، هو ما بيعرف شو عم بيقول. عم يحكي صح. ايه صح، لازم يتركني، صار له سنين عم يستنى اني جيب له هالصبي. اختي بترجاكي روقي، هذا قدره مكتوب. اختي ليكي، ما بقدر روح على شغلي واتركك وانتي بهي الحالة. روحي على شغلك، انا قاعدة عندي. روحي اختي، انا بروق بعد شوي، لا تخافي. جوري، انت مو اليوم حفلة تخرجك؟ اختي مستحيل اتركك وانت بهالحالة هي. انا بعد شوي بهدى، يلا قومي جهزي حالك. ليكي اذا ما رحتي رح اتضايق كتير وانقهر. صدقيني ماني قدراني، لا تاكلي هم. ما بيصير اختي، هذا احلى يوم بعمرك وانا فخورة كتير فيكي. اختي ليكي انا قاعدة وما رح اتحرك من جنبك، ماشي؟ بس هيك رح تخليني اتضايق منك. يلا قومي لشوف. قلتلك ما بدي روح، خلص انسي الموضوع. بابا بابا. شوفي بابا، شوف بنتك ما عم ترد علي بنوب. ما بدي حدا يضل هون، انا صرت منيحة. معها سيلينا عم تجيب الدواء، بس ترجع منمشي. ماشي. بس اختي وعديني انك تنامي وتكوني قوية مثل ما بعرفك.